عكس اي حصه ثانيه هتبدا بحدوته. الحدوته عن ولد صغير جاي من كان بفقدين زمان، احنا كمان لو ذكرنا الولد بس صلاه السلام. كان في ولد صغير، الولد ده كان من عيله فقيره جدا. جه هو يدخل المدرسه، فواجه مشكله في اول كام سنه ان مصاريف المدرسه غاليه، واهله مش قادرين ان هم يدفعوا مصاريف المدارس. ما كانش في حوار مجانيه التعليم والتعليم الحكومي والكلام ده، كان دايما المدرسه بالفلوس. فهو كان بيحب يتعلم، هو كان بيشتغل من صغر سنه طبعا عشان المصاريف وكده، بس هو كان بيحب ان هو يتعلم. فعمل ايه؟ كان بياخد الكتب من الطالب اللي اكبر منه ويقعد ان هو يذاكر فيهم مع نفسه، يعني سيلف ستادي من غير ما حد يشرحه او كده. هو كان ما شاء الله عليه ذكي جدا، فكان بيقدر ان هو يستوعب بسرعه. فضل يطلع مرحله بمرحله، يعني هو لحد ما وصل لثانوي هو يعتبر معاه الشهاده الثانويه، هو متعلم كل اللي الناس دي اتعلمته، بس الفرق ان هو ما ينفعش يخش امتحان وما ينفعش ياخد شهاده عشان خاطر هو فقير. وبرده دخل الجامعه بنفس الطريقه، دخلها بطريقه نون فورمال او مش طريقه رسميه يعني. وكان بيروح يحضر المحاضرات، في دكاتره كانوا بيزنوا له ودكاتره ما يزنوش، المهم كان بيقدر ان هو يتعلم بطريقه او باخرى لحد ما يعتبر ان هو اتخرج. بس ما كانش قادر طبعا ان هو يشتغل بالشهاده بتاعته او باللي هو اتعلمه لان هو معاه شهاده. فحاول بقدر الامكان ان هو يدور مع الدكاتره، يدور مع اي حد يشتغل مدرس يشتغل اي حاجه، لحد فين وفين في دكتور في الجامعه بصراحه مش فاكر اسمه، هو وافق ان هو يشغله معاه اسيستنت. بس لقى ان هو مش شغال ريسيرش اسيستنت، لقى ان هو شغال اسيستنت للشخص نفسه، بيرسونال اسيستنت. فكان بيخليه يشيل له الشنطه، يلمع له الجزمه، مراته لما كانوا بيطلعوا مؤتمر يسافروا كانت بتخليه ينام في المطبخ، حاجات كلها اهانه كده. فراح سايب الشغل وسايب الدكتور دوت وراح يدور على اي شغلانه ثانيه بكرامته. فراح اشتغل فراش. فراش يعني بينظف، يعني شخص جانيتور بينظف ويروق وكده. بس واحد زي ده هو بيحب العلم جدا، لما يحب يشتغل فراش في المكان اللي بيحبه. فهو راح اشتغل فراش في الجامعه، سبيسيفيكلي في معمل لدكتور كبير اسمه هنري. وفي يوم من الايام استاذن هنري قال له: يا دكتور انا دلوقتي انا متعلم واسالني في اي حاجه وكده، انا نفسي اشتغل معاك ونفسي اقعد اعمل اكسبيرمنتس واقعد اعمل تجارب من اللي موجوده واعمل ريسيرش زي ما الناس بتعمل ريسيرش. قال له اوكي، بس بعد ما الريسيرشرز كلهم يخلصوا شغلهم ويمشوا عشان خاطر ما يبقاش فيها مشاكل او احراج. يعني بعد ما هم يخلصوا شغلهم ويمشوا عشان خاطر ما يبقاش في اي احراج، خلص انت كمان شغلك واقعد براحتك في المعمل اعمل اللي انت عايزه. فهو فعلا كان بيعمل كده، وكان شغال بيعمل ريسيرش كل يوم بالليل. حد دخل مدرسه او جامعه بالليل خالص؟ دخلتوا المدرسه عندكم قبل كده بالليل خالص؟ مش في الكوريدور كده فوق؟ مرعبه بصراحه. انا اهو في السن دوت لو دخلت المدرسه بالليل اطلع الكوريدور فوق بترعب، الموضوع مخيف جدا بالليل. فهو نفس الكلام، كان بيقعد بالليل خالص في الجامعه ضلمه ومرعبه، هو لوحده شغال في المعمل وبيقعد يعمل الاكسبيرمنتس اللي هو شغال عليها. فكانت الاكسبيرمنتس كلها الكتريستي وماجنتز والكلام ده. فجه في يوم من الايام بيشغل جهاز بيعمل له تيرنينج اون، تمام؟ وطبعا من البديهي جدا والمنطقي ان انا لما اعمل تيرنينج اون للجهاز ان هو يشتغل. تلفزيون مثلا بعمل له تيرنينج اون، البديهي ان هو يحصل له ايه؟ يشتغل. وعلى فكره بديهي ومنطقي برضه ان انا اجي اشغله ما يشتغلش، عادي بايظ صح؟ انما مش البديهي والمنطقي خالص ان انا اعمل تيرنينج اون للتلفزيون فلاقي التكييف هو اللي اشتغل. هو ده اللي حصل مع فاراداي. بيعمل تيرنينج اون، الولد اسمه فاراداي، بيعمل تيرنينج اون للاكسبيرمنت، لقى في اكسبيرمنت تاني او جهاز جنبه هو اللي اشتغل. فطبعا الجو مرعب بالليل شويه، الموضوع مقلق. فهو جه قال لي يمكن بيتهيألي. هو كان في انديكيتور في الجهاز التاني، يعني سي فور اكزامبل ان الانديكيتور ده لمبه، هو ما كانش لمبه بس هنقول فور اكزامبل ان هو لمبه. فهو بيعمل تيرنينج اون لقى ان اللمبه دي نورت وطفت، عملت فلاشنج كده، نورت وطفت بس رعشه مش اكتر. فجه يعمل تيرنينج اوف تاني
لا برضه اللمبه ديت راحت عامله ايه؟ رعشه. يعمل تيرنينج اون تراش. فطبعا في ثلاث تفاسير منطقيين وتفسير غير منطقي. الثلاث تفسيرات المنطقيه كانوا ايه؟ اول حاجه ان ممكن يكون وهو بيعمل تيرنينج اون واوف بيهز الترابيزه. وفي سلكه مثلا ملمسه هنا فبتتهز فتخلي دوت ايه؟ يعمل. مسك الجهاز الثاني لا ما فيهوش باتريز اصلا. انسى ما فيهوش باتريز، مش واصل بسورس، مش واصل بفيشه، مش واصل باي حاجه. فطبعا الاحتمال الاولاني المنطقي ضاع للاسف. طبعا هو لوحده وركبه بتخبط في بعض. ثاني احتمال منطقي هو ان ممكن تكون الالكتريستي مشيت في الهواء من الاكسبيرمنت الاولاني دخلت في الثانيه. وده طبعا ما ينفعش علميا لان الالكتريستي ما بتمشيش في الهواء. لو مشيت بشوفها على شكل سبارك. الالكتريستي لو مشيت في الهواء بشوف سبارك. وهو ما شافش سبارك. ما فيش. ما حتى لو ضلمه ما السبارك هتنور، انت السبارك تشوفيها اوضح في الضلمه. يبقى تاني احتمال للاسف ضاع، قال يمكن التو اكسبيرمنتس حد موصلهم ببعض عامل سلكه بيهزر هزار تقليد بتاع يمسك دي ويبص فوق وتحت ويمسك دي، مفيش اي حاجه. يبقى الثلاث تفسيرات المنطقيين اللي عندنا للاسف ضاع، فاضل تفسير غير منطقي واحد، ايه هو؟ ان في عفاريت ملبوس، صح؟ يبقى التفسير الاخير اللي عنده ان في ايه؟ ان في عفاريت، تمام؟ فيقوم يجري؟ لا. العفريت اللي عندنا في المنهج هو مين؟ ماجنتيك فيلد. قلنا ان الماجنتيك فيلد ده هو العفريت بتاعي. ديفاين العفريت، ايه هو العفريت؟ هو حاجه بتعمل فورس على الاوبجكتس، بتخلي الاوبجكتس تتحرك وما بشوفهاش بعيني، صح؟ دي حاجه قدرت تعمل فورس على الالكترونز اللي موجوده في السيركت الثانيه، خليتها تمشي تلف وتعمل كارنت وانا ما شفتهاش بعيني، يبقى ديت مين؟ ماجنتيك فيلد. هو فعلا لما بص على الاكسبيرمنت الاولانيه لقى ان فيها كويل، والكويل ده لما بيمشي فيه كارنت، لما بيعمل تيرنينج اون اوف بيطلع ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده لما بيخش في السيركت الثانيه كان فيها كويل برضه، لما تخش في السيركت الثانيه بتعمل فورس على الالكترونز بتخليها تتحرك ويحصل ايه؟ كارنت. اللي اكتشفه فاراداي كان حاجه مهمه جدا، هو عكس اللي اكتشفه ارستو. ارستو كان اكتشف ايه؟ كريستيان ارستو كان اكتشف اللي هو في اول شابتر 1 ان الكرنت بيعمل ماجنتيك فيلد، صح؟ هنا اسمه ايه دوت؟ فاراداي اكتشف العكس، ان الماجنتيك فيلد ممكن يرجع ويعمل ايه؟ كرنت تاني. يبقى تاني فاراداي عمل اكسبيرمنت عشان خاطر يقدر يثبت للناس كلها اللي هو اكتشفه، ان الماجنتيك فيلد يقدر يعمل ايه؟ كارنت. فقال لهم انا هجيب قدامكم يا جماعه كويل، سلندريكال كويل، وهوصله بحاجه تقدر تعمل ديتكت لفيري ويك كارنت. مين الحاجه اللي تقدر تعمل ديتكت لفيري ويك كارنت؟ جالفانوميتر. وحاجة تطلع ماجنتيك فيلد عشان اوري للناس ان الماجنتيك فيلد بيقدر يعمل كارنت. ايه اللي ممكن يطلع ماجنتيك فيلد؟ ماجنت، ما شاء الله عليكم، صح؟ يبقى ماجنت يطلع ماجنتيك فيلد بالمنظر ده. ففي فلكس داخل جوه الكويل لما الناس قال لهم هو ماجنت وادي كويل، الفيلد اللي داخل جوه الكويل هيعمل ديفليكت للجالفرميتر عشان بيمشي كارب زي ما انا شفت بالليل. فضل واقف كده، يلا بقى اهو الفيلد داخل اهو جوه الكويل، يلا اتحرك اي حاجه، مفيش اي حاجه، فضل ساكت كده. طبعا يعني بدا ان هو تصوره مخاوف ان فعلا كان في عفاريت بجد. ففضل يفتكر هو انا امبارح بالليل في المعمل كان ايه اللي بيحصل؟ كانت اللمبه اللي في الاكسبيرمنت الثانيه اللي ما فيهاش بطاريه دي هي اللي ما فيهاش بطاريه وما فيهاش اي سورس، كانت بس بتنور وتطفي، ما كانتش بتفضل منوره على طول. كانت بتنور وتطفي امتى؟ في لحظه ما انا بعمل اون او لحظه ما انا بعمل اوف. في لحظه ما بعمل اون ما كانش فيه فلكس وبيبدا الفلكس يظهر او يزيد، صح؟ طول ما الفلكس موجود ما فيش حاجه، هي مطفيه، صح؟ ولحظه ما بعمل تيرنينج اوف يعني والفلكس بيقل. يبقى فاراداي قال عشان خاطر يمشي كارنت هنا والبوينتر يتحرك لازم الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلكس اللي داخل جوه الكويل دوت
يحصل فيه تشينج، يزيد او يقل، ما يفضلش واقف كده. طب انا عشان ازوده واقلله اعمل ايه؟ عملنا حاجه بسيطه قوي، قربت الماجنت وبعد لما اقرب الماجنت او ابعده يبقى وانا بقربه كده الفلكس اللي داخل جوه الكويل بيزيد، وانا ببعده يبقى الفلكس ايه؟ قليل. في اي مشكله؟ طبعا انا لو جيت هنا قريب الاقي فيه فلكس كتير، وانا بعيد الفلكس ايه؟ قليل. يبقى بيقرب الفلكس بيزيد، يلاقي البوينتر عمل مومنت ريفلكت، يلاقي البوينتر عمل كده ورجع كده، يبعد يلاقي البوينتر عمل مومنت ريفلكت كده، يعمل ريفلكت كده ويرجع كده. فاراداي اثبت ان بيحصل حاجه اسمها الكترو ماجنتيك اندكشن. كلمه اندكشن هسمعها كتير قوي لان ده اسم الشابتر. بيحصل الكترومغنيتيك اندكشن، والماجنتيك فيلد ده بيعمل فورس على الالكترون عشان يخليها تتحرك. طبعا احنا عارفين الفورس اللي بتحرك الالكترون في السيركت كلها دي اللي هي اسمها الكتروموتيف فورس، تمام؟ دي اللي اسمها ايه؟ الكتروموتيف فورس. يبقى معنى كده ان الماجنتيك فيلد ده بيعمل حاجه اسمها induced electromotive force. لاقي ما فيه واحده واحده بقى، حد يعرف يعني ايه كلمه induction او induced بالانجلش كده؟ induced يعني حس، حس بالتاج، induction يعني حس، induced يعني مستحس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني فور اكزامبل مايه لو سبتها لوحدها كده هل هتذاكر؟ لا، لازم افضل احسها عشان تذاكر، لازم اقول لها ذاكري يا مايه، ذاكري، طب اجيب لك شوكولاته، طب ذاكري بدل ما اغطش كده، تمام؟ ده كده بحسها ان هي تذاكر، مش جاست تشجيع، لا ده انا بحسها بجبرها ان هي تذاكر، تمام؟ هنا نفس الكلام. هل الكويل دوت، هل الكويل دوت في ماشي فيه كرنت؟ لا. الماجنتيك فيلد ده بيحس الالكترونز ان هي تتحرك فتمشي فيه، بيعمل انديوز للالكترونز ان هي تتحرك وتمشي، فيظهر لي انديوز الكتروموتيف فورس وانديوز كرنت. في اي مشكله؟ يبقى تاني فاراداي اكتشف ايه؟ اكتشف ان في ظاهره جديده اسمها الكتروماجنتيك اندكشن. ان اي كويل عندي لو انا دخلت فيه ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد دوت او الماجنتيك فلكس زاد او قل، حصل تشينج، بيحصل induced electromotive force والكرنت يمشي فين؟ في الكويل الفاضي ده. في اي مشكله؟ فاراداي عاد الاكسبيرمنت ده تاني مع بروسيدور مختلف. هو كان بيقرب وبيبعد بالراحه سلولي، كان بيلاقي الديفليكشن ده سلايد ديفليكشن يمين وشمال، بيقرب ويبعد بسرعه بقى يلاقي لارجر ديفليكشن، الديفليكشن ده بقى ايه؟ بقى كبير او عالي. في اي اعتراض؟ طب ده كده يستنتج منه ايه؟ يستنتج ان الانديوزد الكتروموتيف فورس، هنديله سمبل اي ام اف زي ما كتاب المدرسه كاتب، او ساعات بنكتبها سمبل ابسلون بالمنظر ده، ودي هتلاقوها في المسائل كتير. يبقى يا اما بكتبها ابسلون يا اما بكتبها اي ام اف عادي جدا. في الشابتر 1 كنا بنكتبها اي او في بي او اي ام اف عادي برضه، بس دول بتوع البتري دول كيميكال، انما ديت ماجنتيك. خلاص؟ لان هي بروبورشنال مع مين؟ مش مع الفلكس، مع اللي تشينج في الفلكس. يعني تخيلوا كده الماجنت بعيد، فاللي كان واصل هنا كان 1 ويبر، لما قربت الماجنت بقى 3 ويبر، كده حصل تشينج قد ايه؟ 2 ويبر، يبقى هو زاد 2 ويبر. فيها مشكله؟ ده كده تشينج الى حد ما كبير. طب هو لو كان 5 ويبر، يعني اللي كان داخل اصلا 5 ويبر وبعدين هو خلاه 6 ويبر، يبقى كده اللي تشينج صغير، يبقى هو مش ديبند على الفلكس نفسه بكام، هو ديبند على التشينج اللي بيحصل الفلكس. انا زودته قد ايه؟ هنا انا زودته 2 يبقى الانديوز الكتروموتيف فورس كبيره، هنا زودته 1 بس يبقى الانديوز الكتروموتيف فورس ايه؟ صغيره. في اي مشكله؟ تمام. يبقى لا، ان هي مش ديبند على كميه الفلكس، لان هو لو دخل الماجنت كله جوه الكويل وفضل مثبته تلاقي مفيش اي حاجه، طول ما هو ثابت ما بيغيرش ما بيعملش تشينج ما يلاقيش اي حاجه بتحصل. لو بعده حطه بعيد وفضل مثبته بعيد ما
برضه ما يحصلش اي حاجه. لازم يبقى في تشينج، لازم اكون بقرب او ببعد عشان خاطر يحصل انديوس او يحصل ديفليكشن للبوينت. طيب نقطه كمان، هو انا لو بقرب بالراحه مش بلاقي ديفليكشن قريب صح؟ يبقى الانديوس الكتروموتيف فورس ايه؟ قليله. طيب كده انا باخد وقت كبير ولا وقت قليل؟ يعني انا لو بقرب سلوري ببطء يبقى كده التشنج في الفلكس ده بياخد وقت كبير ولا وقت قليل؟ وقت كبير. لما يكون التايم كبير يبقى الانديوس دي مف ايه؟ صغيره. طب انا لو بقرب بسرعه وببعد بسرعه يبقى التايم اللي انا باخده عشان اعمل التشنج ده كبير ولا صغير؟ صغير. يبقى معنى كده الانديوس دي مف بلاقي في الاكسبيرمنت ان هي كبيره ولا صغيره؟ بلاقي ان هي كبيره وبيعمل ديفليكشن اعلى. الريليشن دي هي الستيتمنت بتاع فاراديز لو اوف اندكشن. فاراديز لو اوف اندكشن ستيت ذات ذا سايز او ذا ماجنيتيود اوف ذا انديوسد ام اف برودوس ان ذا كويل از دايركت بروبورشنال تو ذا ريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس. دوت كده اسمه ريت اوف تشينج. اي حاجه اوفر تايم بتبقى ريت اوف تشينج، تمام؟ يبقى ريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس وذ ريسبكت تو تايم. لقى كمان حاجه صغيره، ان الانديوز الكتروموتيف فورس ده دايركت بروبورشنال مع النمبر اوف تيرنز. ليه؟ لان كل تيرن بيحصل فيها اندكشن بيحصل فورس بتزق او بتلفف الالكترونز فيها، تمام؟ فانا لو حصل في ديت اندكشن 1 فولت ديت 1 فولت برضه زيها ديت 1 فولت زيها ديت 1 فولت زيها وهكذا، يبقى في الاخر هلاقي كله ايه؟ 6 فولت صح؟ يبقى معنى كده ان كل ما النمبر اوف تيرنز تزيد كل ما الانديوز دي ماف ديت هتزيد، لان كل تيرن بيحصل فيها اندكشن لوحدها، تمام؟ يبقى في الاخر التوتال انديوز دي ماف هو الصم بتاعه. حد عنده مشكله؟ تمام. في نقطه بس صغيره ومهمه هقولها، هو ان الدلتا فاي هي عباره عن الفاي فاينل ماينس الفاي انيشال، او خلينا اكتبها زي ما الملزمه مكتوب فيها فاي ام 2 ماينس فاي ام 1 اللي هي فاينل ماينس انيشال. في اي مشكله؟ دائما وابدا فاينل ماينس انيشال. يعني فور اكزامبل انا لو الفلكس كان 1 بقى 3 يبقى كده اللي تشينج كام؟ بعمل 3 ماينس 1. طب لو الفلكس كان 5 بقى 4 يبقى اللي تشينج قد ايه؟ نيجاتيف 1 صح؟ يبقى النيجاتيف دي معناها ان هو ديكريزنج. يبقى اللي تشينج في الفلكس بعمل دايما فاينل ماينس انيشال خلاص؟ بعمل فاينل ماينس انيشال، ماليش دعوه هو مين كبير ومين صغير. دائما وابدا بعمل فاينل ماينس انيشال. في اي مشكله؟ حلو. ما دام انا ما يهمنيش في الفاليو غير الفاينل والانيشال يبقى معنى كده ان الانديوس دي ام اف ديت افريج فاليو. يعني ايه؟ يعني تخيلوا كده معايا ان انا هروح من القاهره لاسكندريه مثلا. يبقى نقطه البدايه ونقطه النهايه، ماليش دعوه باي حاجه في السكه، تمام؟ يبقى انا ما دام عندي البدايه والنهايه بس بحسب الديستنس ما بينهم طلعت 200 كيلومتر مثلا ماشي؟ وانا بدات الرحله بتاعتي مثلا الساعه 1 الظهر وصلت الساعه 3 الظهر يبقى انا كده خدت ساعتين. فيها مشكله؟ حلو. يبقى كده لو حابب احسب الفيلوستي بتاعتي اعمل ايه؟ اعمل التوتال ديستنس على التوتال تايم يبقى تبقى 200 كيلومتر اوفر 2 اور هتديني 100 كيلومتر بير اور. يبقى الفيلوستي بتاعتي كام؟ 100 كيلومتر بير اور. دي مش الفيلوستي، دي الافريج فيلوستي. مين قال افريج؟ دي الافريج فيلوستي. ليه؟ لان انا ممكن في الطريق اكون سرعت شويه، ممكن اجي في حته ابطا شويه، حته زحمه مثلا ببطا شويه، وقفت في الريست شويه، جيت على الطريق سرعت شويه، هنسوق. هل انا ماشي ب 100 كيلومتر بير اور ثابته؟ لا. نفس الكلام هنا، هل الانديوس دي ماف دوت في الرحله بتاعته لما بيزيد من 1 ل 3 هل هي فاليو كونستنت؟ لا ما بتبقاش كونستنت، ده الافرج بتاعها، هي بتزيد وتقل عن كده. يبقى انا عرفت منين ان دي افرج؟ ما دام انا عندي فاينل وانيشال بس. في اي مشكله؟ في طبعا معلومه اكسترا، هو ان ال instantaneous value بتيجي بالديريفيتيف اللي هي دي فاي باي دي تي. يعني لو حابب احسب ال instantaneous value هو ده اصلا الرول الاصلي بتاع فاراداي
بيبقى عباره عن دي فاي باي دي تي، تمام؟ ده الانستنتينس. انما طبعا عشان عندنا في الفيزيكس الناس علم علوم بدون ذكر اسماء الحفيظه، فبنحتاج ان احنا ايه نعمل لهم افريج وخلاص عشان خاطر الديريفيتيف بيخوف. حد عنده اي اعتراض على النقطه دي؟ ماشي. فهنا لازم اكتب افريج. فاراداي اتزنق في سؤال مهم جدا ما عرفش يجاوبه. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول هو يا فاراداي وانت بتقرب لهنا البوينتر اتحرك في دايركشن ورجع، وانت بتبعد راح البوينتر عامل في الدايركشن التاني. على اي اساس بيروح في الدايركشن ده؟ أو على اي اساس بيروح في الدايركشن ده؟ فما عرفش يجاوب. ما عرفش يجاوب هو ليه الكرنت بيمشي ناحيه دي او الكرنت بيمشي ناحيه دي. لحد ما جه واحد زميله كان شغال في نفس المعمل بتاع هنري كان اسمه لاند. طبعا بفتين انا مش عارف هو كان شغال معاه في نفس المعمل ولا لا، بس هو غالبا هو بعد الاكتشاف دوت خلاص هو عدى وادوله درجات علميه وبقى الناس بتعترف بيه في المجتمع العلمي وبقى دكتور في الجامعه ومن اعظم الاكسبيرمنتس اللي موجودين في التاريخ. وموجود عندكم على فكره حاجات في الكيمستري برضه فرادية عاملها، لان هو كان كيمستري وفيزكس مش فيزكس بس. المهم جه صاحبنا لينز وقدر ان هو يعمل رول يقدر بيه يديترماين الدايركشن بتاع الانديوس ام اف دوت هيمشي ازاي. فضل ان هو يفكر ويحسب ويضيع في ورقه ويقعد يحسب، عارفين انتوا لما حد بيقعد يحسب ويرمي الورق في الزباله وهكذا، فضل ايام وليالي لحد ما طلع راح قال وجدتها اهو. لينز رول يا جماعه اهو انا اخدت نيجاتيف. ده اللي عمله لينز، عدل في الرول بتاع فرادي وحط فيه نيجاتيف. والموضوع ده مش بسيط يا جماعه، يعني هو مش اللي هو حطيت نيجاتيف وخلاص، يعني انا اجي في اي رول كده اروح حاطط نيجاتيف واقول بقى فاروق سرول يعني؟ اكيد لا، هو ليه اسباب علميه كتير. النيجاتيف في الايكويشنز بتاعت الفيزيكس بتعبر عن اوبوزيت للدايركشن، صح؟ انا لو ماشي بفيلوستي 5 متر بير سكند واحد تاني بقول ده نيجاتيف 8 متر بير سكند يبقى هو عكس الدايركشن بتاعي، مظبوط؟ يبقى انا بقول ان الدايركشن بتاع الانديوس دي ام اف اوبوزيت لل change of flux او in such way to oppose the change of magnetic flux producing. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ في الحقيقه هو لينز ما اكتشفش حاجه جديده، هو كل الفيزيكال والنيتشر سيستمز اللي موجوده في الدنيا بتاكت بالطريقه دي، بتاكت ان هي to oppose اي change بيحصل عليك، اي increase اي decrease اي حاجه. For examples هقول ثلاثه examples. اول حاجه inertia، فاكرين الانرشيا بتاعت اولى ثانوي نيوتن؟ اي جسم ثابت عايز يفضل ثابت، اي جسم بيتحرك عايز يفضل يتحرك. يعني انا صخره كبيره عايز ازقها، هي ثابته، هي عايزه تفضل ثابته. لو جيت حاولت ازقها هل بتتحرك معايا بسهوله؟ لا طبعا، صعب جدا. ليه؟ لان هي عايزه تريمين في الاستيت بتاعها. يبقى اي جسم في الدنيا بيأوبوز التشينج، هو بيتحرك مش عايز، هو مش عايز يقف، هو عايز يفضل يتحرك. هو واقف مش عايز يتحرك، هو بيأوبوز التشينج وخلاص، تمام؟ هو مش عايز حاجه معينه، هو قاعد يفضل في الحاله بتاعته، بيتحرك يسيبه يتحرك، ثابت يسيبه ثابت. ده اول اكزامبل. تاني اكزامبل خدته في الكيمستري اكوليبريم، خدته لوتشاتيليه. اخو لينز، هو مش اخوه بس بيننا وبين بعض اخو لينز. ليه لوتشاتيليه بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو عندك اي كيميكال رياكشن زودت كونسنتريشن بتاع رياكتنت معين، الكيميكال رياكشن هيروح في الدايركشن اللي يقلل الكونسنتريشن اللي انت زودته. انت بتحاول تزود هو ايه؟ يقلل. طب انت قللت تمبتشر يمشي في الدايركشن اللي يزود ايه؟ تمبتشر اند سو اون. فيها مشكله؟ يبقى برضه لتشاتيلي كان قال رول شبه مين؟ شبه بتاع لينز. يبقى تاني لينز الستيتمنت بتاعه بيقول ايه؟ The direction of induced electromotive force is in such way to oppose the change in magnetic flux producing it. طب يا مستر مش فاهمين، اخر ورقه معايا ان انا اوريكم الاكسبيرمنت اللي عملها لينز عشان خاطر يثبت الكلام ده. لينز اكسبيرمنت الميزه فيها ان هي مختلفه تماما عن فاراديز اكسبيرمنت. يعني لينز غير وراح جايب سلندر كالكوليتر، ولينز طبعا كان بيدور على الدايركشن، فحاول يدور على حاجه تقدر ان هي تعمل ترماين للدايركشن بتاع فيري ويك كارنت.
ايه الحاجه اللي تعمل ترمين الدايركشن بتاع بيريود كارنت؟ جالفانوميتر. قشطه، على التغيير. جاب حاجه تطلع فيلد، فرجع ليه؟ ماجنت. طبعا فاراداي كان بيعمل في الاكسبيرمنت بتاعته ان هو بيقرب وبيبعد الماجنت، انما لينز هيعمل بقى حاجه مختلفه تماما، هيقرب ويبعد الماجنت. في اي مشكله؟ يبقى التو اكسبيرمنتس زي ما انتم شايفين مختلفين تماما عن بعض، ما فيهمش اي شبه. الفرق ان انا لما هاجي اشرحها للاسف الشديد لينز اكسبيرمنت هقسمها اربع مرات. كل اللي عمله لينز ان هو قال انا لما اقرب او ابعد الماجنت هيحصل انديوسد ام اف. طبعا انديوسد ام اف اللي هو فولتج هيعمل لي كارنت، ولما يمشي كارنت في الكويل من شابتر 2 لما بيمشي كارنت في الكويل مش بيطلع ماجنتيك فيلد؟ صح؟ الماجنتيك فيلد اللي هيطلع منه دوت هيعمل لي بولز للسولونويد اللي مرسوم. ممكن يكون دوت نورث ودوت ساوث، او ممكن يكون دوت ساوث ودوت ايه؟ نورث. تمام؟ طيب على اي اساس؟ هو تاني لينز كان بيقول ان الانديوسد ام اف دوت هيطلع such that to oppose the change. صح؟ هو هنا ايه اللي تشينج اللي بيحصل؟ ان انا بقرب، يبقى هو عايز يعمل ايه؟ يبعدني. يبقى الاي ام اف والكرنت هيخلوا لي ده نورث ولا ده ساوث؟ انا عايز ابعد، عايز ابعد ده، يعني عايز اعمل له ريبالشن، صح؟ يبقى هعمل نورث ازاي عشان خاطر ايه؟ ابعده اهو، بتقرب ببعدها. فيها مشكلة؟ يبقى دوت كده هيبقى نورث ودوت ايه؟ ساوث. طب انا لو بعت بالنورث يعني ده نورث وهبعد، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ هيحصل ساوث عشان يحاول يعمل ايه؟ اتراكشن. يبقى دايما الماجنتيك فورس اللي هتطلع عكس دايركشن الموشن. انا اتحرك يمين هي تعمل فورس ريبالشن، انا اتحرك شمال ابعد تعمل فورس ايه؟ اتراكشن. فيها اي مشكلة؟ حلو. طب انا الكرنت اللي هيمشي هنا عشان يعمل لي ده نورث وده ساوث، يعني معنى كده ان هو يطلع الفيلد من هنا، يبقى كده الكرنت هيمشي ازاي؟ هو صباعي ده مع الفيلد، يبقى الكرنت بيمشي كده، صح؟ كله يحاول يعملها بايده عشان خاطر ما تجيش بعد كده تبوظ. اظبط صباعك مع الفيلد وشوف دول مع الكرنت فين، يبقى الكرنت كده اهو، يبقى دوت دايركشن الكرنت. يبقى البوينتر سي ان هو هيتحرك. طب انا لما ابعد، انا لما ابعد ده اللي هيبقى نورث وده اللي ساوث، صح؟ يبقى الفيلد طالع من هنا، عشان الفيلد يطلع من كده يبقى الكرنت بيلف ازاي؟ مع صوابع ايدي اهو، يبقى هو جاي بينزل كده. يبقى البوينتر هيتحرك من هنا. اه طبعا، ده هو احنا بنسمي ده نورث عشان الفلكس لاينز طالعه منه. لا بتطلع من النورث خلاص. الايرث بس هي الحاجه الوحيده اللي مختلفه. الايرث هي الوحيده اللي الفلكس بيطلع من الساوث يروح للنورث، لان دول البولز بتاعت الايرث دول اسمهم جيوغرافيك بولز، وفي حاجه اسمها ماجنتيك بولز. فالجيوغرافيك بولز النورث بول والساوث بول في الماجنتيك مقلوبين خلاص؟ فعشان كده بلاقي ان هي طالعه من الساوث للنورث، بس هي ماجنتيكلي برضه من النورث للساوث. المهم ان اي ماجنت في اللي احنا شغالينها دي من النورث للساوث. حد عنده اي مشكله؟ ماشي. طب انا لو بقرب بالساوث ايه اللي هيحصل؟ يبقى ده هيبقى نورث ولا ساوث؟ ساوث. وده يبقى الفيلد طالع من النورث. الفيلد عشان يطلع من النورث يبقى الكارنت بيلف كده هو مع صوابع ايده، صح؟ يبقى الكرنت بيلف كده، يبقى هيمشي كده من بره، يبقى البوينتر هيتحرك. طب انا لو ببعد بالساوث ايه اللي هيحصل؟ هيخلي دوت نورث ولا ساوث؟ وده يبقى الفيلد بيطلع من النورث. لما الفيلد يطلع من النورث يبقى الكرنت بيلف ازاي؟ كده مع صوابع ايدي اهو، يبقى الكرنت بيلف اهو في الدايركشن ده، يبقى ماشي كده. فاراديز اكسبيرمنت، وهي تقريبا يعني تالت اكسبيرمنت بنتكلم عنها في المنهج. بقيت الاكسبيرمنتس اللي هو جوه الحاجه، يعني في اكسبيرمنت ان انا ديترمين ريزيستنس اللي هو الاوميتر، يعني بقول انا هوصل السيركت واشوف الستاندرد ريزيستنس بكام وبعد كده اعمل وهكذا.
هنا الاكسبيرمنت ديت في اربع حاجات لازم نعرفهم فيها. اي اكسبيرمنت هتقابلنا بعد كده في اربع حاجات لازم نعرفها. الكونستراكشن بتاع الاكسبيرمنت هو طبعا الكونستراكشن هنا وهنا زي بعض. الكونستراكشن بتاع الاكسبيرمنت هو سلندريكال كويل وجالفانوميتر وبار ماجنت. هي مشكله البروسيدورز هي الحاجات اللي بعملها الاوبزرفيشن الحاجات اللي بشوفها. البروسيدورز هنا مرتبطين كل واحده اقول الاوبزرفيشن بتاعي ان انا اعمل موفينج towards the magnet واوي سلولي اوي وتوورد الماجنت سلولي. فايه اللي بيحصل؟ بشوف اوبزرفيشن سلايد ديفليكشن في الجالفانوميتر. في مشكله؟ طيب النقطه الثانيه لما انا اعمل موفينج توورد اوي فاستر فايه اللي هيحصل؟ بشوف لارجر ديفليكت في الجالفانوميتر. لو انا عامل فيكسنج للماجنت ونيفر وير بره او جوه او في اي حته بعيد قريب هلاقي ان مفيش ديفليكشن في الجالفانوميتر اصلا. فعشان كده بنلجا للكونكلوجن او بنوصل للكونكلوجن سوري بنوصل للكونكلوجن هو ان الانديوس دي اف الماجنتيود بتاع الانديوس دي اف ان كويل از دايركت بروبورشنال تو ذا ريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس بروديوسينج اللي هو القانون بتاع فاراداي. في اي مشكله؟ في اوبزرفيشن وحيد في فاراديز اكسبيرمنت هو اللي ما قدرش ان هو يعمل له الكونكلوجن بتاعه هو ان البوينتر بيدفليكت في تو اوبزيت دايركشن. ده اللي قدر ان هو يفسره مين؟ لينز. حد عنده اي اعتراض؟ حلو. فاراداي هو اللي عامل الماجنتيود او هو اللي اكتشف الماجنتيود ولينز هو اللي اكتشف او قدر يديترماين الدايركشن. تمام؟ فاراديز اكسبيرمنت من الاكسبيرمنتس اللي احتماليه ان هي تيجي في الامتحان قليله بس ممكن. يعني احتماليتها مثلا 10% 8% حاجه زي كده. بس ممكن تيجي. ولما بتيجي ممكن يقول لي قول لي الاكسبيرمنت كلها. يعني او اكتب بريفلي عن فاراديز اكسبيرمنت. تمام؟ فطبعا هما ثلاث او اربع سطور وهي سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. خلاص؟ لينز اكسبيرمنت ان هو يجي يقول لك اكتب لي لينز اكسبيرمنت ديت مستحيل ان هي يعني مستحيل ان هو يجي في الامتحان يقول لي اكتب لي لينز اكسبيرمنت. تمام؟ انما بتيجي في الامتحان بنسبه 100%. مش بقى 80% 90% لا لينز بتيجي بنسبة 100% بس مش بتيجي اللي هو يقول لك قول لي الاكسبيرمنت. هو بيجيب لك شكل من دول مثلا ويقول لك انا ببعد الماجنت فايه اللي هيحصل للبول ديت او الحته ديت هتبقى نورث بول ولا ساوث بول. تمام؟ فتقول له هنا مثلا ساوث بول يقول لك طب في السيركت الكارنت بيمشي من الاكس للواي ولا من الواي للاكس؟ تقول له مثلا من الاكس للواي. انت من فهمك تقدر تعمل ديترمينيشن. بعض الناس تيجي تقول لي طب يا مستر هحفظه. لا طبعا ما بيتحفظوش. الكيس بتاعت لينز لينز ما بتنتجيش. انا ممكن اعمل اي كيس. يعني لو جيت مثلا قلبت لك الكويل دوت ودخلت الماجنت من فوق وتحت تمام عادي جدا. ممكن ان انا اودي الماجنت الناحيه دي اقرب من الناحيه دي وابعد نفس الكلام. يبقى انا لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه. بعض الناس لقيتهم في سنه من السنين لقيت بنت في سنه من السنين بتقول لي يا مستر انا حفظتها. ازاي يا بنتي؟ انا مش عارف بقرب بالنورث فيبقى الكرنت ماشي يمين، ببعد يبقى الكرنت ماشي شمال، والساوث يبقى عكسه. قلت لها طب لو الماجنت اتقلب، طب لو انا جاي من الناحيه دي، طب لو مش عارف ايه، قعدت تقول لي انا هقلب الورقه واعمل مش عارف ايه، وقعدت تجيب لي صفر كل حاجه. قلت لها طب خلاص اعملي لي دي اب. ورحت اعمل لها الرسمه دي كده. اهو كويل. وادي التورنس بتاعته وادي الماجنت وبقرب. مش دي نفس الكيس اللي فوق بالظبط؟ صح؟ اهو بقرب بالنورث من ناحيه الشمال يعني مفيش اي اختلاف. فالمفروض ان انا لما اقرب يحاول ان هو يعمل ايه؟ يبعدني. هيعمل ده نورث ده ايه؟ ساوث. في اي مشكله؟ حلو. ده نورث يبقى الفيلد بيطلع من النورث. صح؟ طيب عشان الفيلد يطلع من النورث يبقى الكارنت بيلف مع صابع ايدي يبقى بيلف كده اهو لحد اهو مين ايه؟ اهو الفيلد كده يبقى هو بيلف كده. هو كل الفكره بس الاختلاف ان الكارنت هنا لما يكمل روتيشن هو طالع كده بينزل تحت ويروح جاي من ورا ماشي ناحيه الشمال وبعدين طالع من فوق هنا كده عادي. معكوس. معكوس.
يبقى هنا الكرنت بصوا هنا مش ازاي يمين هنا الكرنت ايه؟ ايوه مش هو كل الفرق في طريقه الووندنج بتاعت الكويل. هنا الووندنج انا لافف اول ترن من ورا تمام، اول ترن وهي لاففها من ورا وبعدين بلفها من قدام يعني لفت كده خلاص من عندي كده كلوك وايز. انما هنا لفيت العكس يعني انا واخد اول ترن من قدام ولففها العكس. طبعا مش انا اللي هلف الكويل، هو هيبقى مدوني في الرسمه ملفوف تمام. فانا على حسب الرسمه اللي قدامي انا بشتغل واعمل الدايركشن زي ما احنا شفناه على اساس هو بيقرب يبقى بيعمل ريبالشن، بيبعد يبقى بيعمل اتراكشن اند سو اون. وفي الاخر انا اشوف دايركشن الكرنت فين، فانا لازم ابقى فاهمها لان الكيسز ممكن تختلف. المساله الوحيده اللي فيها فكره اللي جت السنه اللي فاتت هي كانت لينز، هي دي الفكره الوحيده اللي جت السنه اللي فاتت. انا هقول كده فكره مبسطه ليها او فكره قريبه منها، ان انا كان عندي واير ماشي بكرنت، مش واير ماشي بكرنت يبقى هيطلع ماجنتيك فيلد هنا هين والناحيه الثانيه عاوز ماليش دعوه بيه، وجاب هنا سيركلر كوين وقال السيركلر كوين ده هيحركها. هو بالظبط كده هنا ماجنت وبحركه او الكويل هحركه برضه هيحصل اندكشن صح؟ فهنا بدل ما يجيب ماجنت جاب مين؟ واير، مش الواير بيطلع ماجنتيك فيه صح؟ في ماجنتيك فيه ده هو داخل جوه السيركلر كويل هيبعد، يبقى معنى كده هيحصل اندكشن ما دام في تشينج في الماجنتيك فلكس. لما بيبعد اهو الكويل ده السيركلر كويل ده محطوط في ماجنتيك فيه صح؟ حلو. لما بيبعد يبقى كده ايه اللي بيحصل؟ الفلكس اللي جوه الكويل ده هيقل، لان كل ما ببعد على الواير الفلكس ده بيقل صح؟ يبقى لما ابعد يبقى الفلكس اللي جوه الكويل ده هيحصل له ايه؟ هيقل. ما دام حصل تشينج في الماجنتيك فلكس يبقى حصل اندكشن. فيها مشكله؟ تمام. لما الفلكس يقل يبقى هو عايز يأوبوز، يبقى هيحاول يزوده ولا هيحاول يقلله اكتر؟ يحاول ان هو يعمل ايه؟ يبقى تاني انا الفلكس بيقل جوه الكويل، يبقى الكويل هيحاول ان هو يزوده، عشان يحاول يزود الفلكس يبقى هو كمان هيطلع فلكس في سيم دايركشن ولا اوبوزيت دايركشن؟ لما يحاول يزوده يطلع في سيم دايركشن. لما الاي بيقل يحاول يطلع في سيم دايركشن، يعني فور اكزامبل هنا انا لما ببعد بالنورث يبقى الفلكس، الفلكس اصلا بتاع الكويل بتاع سوري بتاع الماجنت طالع من النورث صح؟ يبقى الفلكس جوه الكويل بيقل ولا بيزيد؟ بيقل يا جماعه. تاني الفيلد اهو طالع من الماجنت، انا ببعد الماجنت عن الكويل، يبقى الفلكس جوه الكويل بيحصل له ايه؟ بيقل. بيقل، لما الفلكس جوه الكويل بيقل يبقى هو عايز يأوبوز التشينج ده، يبقى عايز يعمل ايه؟ يزوده، عشان يزوده تروح مطلع فيلد في نفس الدايركشن. هنا هو بيقرب يبقى الفلكس بيزيد، يروح مطلع فيلد في عكس الدايركشن عشان يحاول يقلل. فيها مشكله؟ يبقى هنا انا ببعد، يبقى معنى كده ان الفلكس دي ايه؟ بيقل، هو هيحاول يطلع فلكس في سيم دايركشن عشان يحاول يزوده، يبقى هيطلع انورد برضه. يبقى احنا عندنا في الدرس بتاعنا بيتكلم عن الكتروماجنتيك اندكشن. الالكتروماجنتيك اندكشن دوت ان لو عندي كويل حصل فيه فاريشن في الماجنتيك فيلد زاد او قل فبيحصل انديوسد الكتروماجنتيك فورس. اللي قدر ان هو يعرف لي ماجنتيود بتاع الانديوسد الكتروماجنتيك فورس دوت هو مين؟ فاراداي. اللي قدر ان هو يعرف لي الدايركشن هو لينز. لما اجي اقول لك قول لي الستيتمنت بتاع فاراديز لو تقول لي ان السايز او الماجنتيود بتاع الانديوسد ام اف دايركت بروبورشنال مع الريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس برودوسينج ايه. لما اجي اقول لك ستيت لينز رول تقول لي ان الدايركشن بتاع الانديوسد الكتروماجنتيك فورس ان ساتش واي تو اوبوز ذا تشينج برودوسينج ايه او ذا تشينج ان ماجنتيك فلكس برودوسينج ايه. لو كتبت لك الرول دوت وقلت لك هي النيجاتيف دي بتعبر عن ايه هتقول نفس الكلام بتاع لينز ان هو الدايركشن بيوبوز للتشينج. لو انا رسمت رسمه بتاعت طائر مثلا والمنقار مرسوم بايظ وجي واحد بعد سنه سنتين وراح معدل المنقار تمام؟ لما اجي اقول لكم فين الرسمه بتاعت محمد فاروق؟ مش انتوا هتشاور عليها؟ ولا هتشيلوا التعديل بتاع المنقار الاول وبعدين تقولوا هي دي بتاعت محمد فاروق؟ ايه؟ هي بالتعديل بتاعها صح؟ يبقى انا لما اجي اقول لكم رايت ذا ماثيماتيكال فورمولا اوف فاراديز لو اوف اندكشن تروح كاتب لي ده بالنيجاتيف بتاعته. هي النيجاتيف دي لازم تبقى موجوده، هو لينز حطها او عدلها ف
بس في الاخر فاراديز لو هو دوت بالنيجاتيف بتاعه ايه المشكله؟ يبقى لما اجي اقول لكم رايت ماثيماتيكال فورمولا فاراديز لو اندكشن تكتبوها بالنيجاتيف، محدش يجي يقول لي لا ده النيجاتيف دي بتاعت لينز. النيجاتيف دي بتاعت لينز بس هو خلاص للتعديل هسيبها بالنيجاتيف بتاعي. حد عنده اي مشكله؟ جم قالوا يا جماعه الكلام دوت لو انا في كويل، لو انا عندي كويل والماجنتيك فيلد بيحصل فيه تشينج بقرب الماجنت او ابعده فبيحصل اندكشن او الجالفانوميتر بيتحرك. عملوا حاجه ثانيه قالوا طب انا لو جبت واير وحركته في ماجنتيك فيلد يعني قدام ماجنت مثلا وقعدت احركه فوق وتحت والواير دوت وصلته بجالفانوميتر لقوا ان الجالفانوميتر ده بيعمل ديفليكشن يمين وشمال. يعني معنى كده ان الواير كمان بيحصل فيه ايه؟ اندكشن صح؟ لما يعمل موفينج في ماجنتيك فيلد، يعني لو جبت واير وحركته في ماجنتيك فيلد او واير وحركت ماجنتيك فيلد، جبت ماجنت وحركته جنبه فبيحصل اندكشن في الواير. هو ده الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها اللي هو induced electromotive force in a straight wire moving in a magnetic field. عشان نعرف الدايركشن بنعمل حاجه بسيطه قوي، عشان نعرف الدايركشن بتاع سوري عشان نعرف الماجنتيود والدايركشن الاثنين بتوع الانديوسد الكتروموتيف فورس اوف واير بنتخيل حاجه بسيطه قوي، نتخيل تراك. حد عارف يعني ايه تراك؟ زي القضيب بتاع القطر كده. تراك يعني تو وايرز كده وهحرك عليهم واير تاني يتحرك عليهم يمين وشمال، ده كده اسمه تراك. واخره هنا موصل جالفانوميتر. والواير اللي انا هحركه هو ده. هو ده الواير. لو انا حركت الواير دوت ده دايركشن موشن. وفي ماجنتيك فيلد ماجنتيك فيلد دوت مثلا ماجنت انا جايبه كده بطلع ماجنتيك فيلد داخل جوه البورد بتاعتي والواير بحركه في الماجنتيك فيلد ده. ما لازم عشان يحصل اندكشن لازم يكون في ماجنتيك فيلد. يبقى الواير كان هنا بقى هنا. في اللحظه اللي هو بيتحرك فيها بلاقي ان الجالفانوميتر بيدي ديفليكشن وبيعمل وبيقيس كارنت. تمام؟ عايزين نقيس الكارنت ده. مين الفاذر اوف الكتروماجنتيك اندكشن از ماجنتيود؟ هم عندي اثنين فاذرز اوف الكتروماجنتيك اندكشن. فارادي ده بتاع الماجنتيود، ده الاب الروح بتاع الماجنتيود بتاع الالكتروماجنتيك اندكشن او الانديوسد اي ام اف. والدايركشن مين؟ لينز. يبقى نمسك الاول الماجنتيود. الماجنتيود بتاع الانديوسد اي ام اف المفروض ان هو يبقى ايكوال ايه؟ هيبقى عباره عن نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. مين قال فين الان؟ ده واير واحد وحيد صح؟ ده منظر محمود. ده واير واحد وحيد خلاص سنجل كده. يبقى الان بتاعته كام؟ هو بصي هو الصح ان انا بعتبر ان السيركت كلها تربو بس يعني في الاخر هو 1 مفيش. هو اللي هيحصل عليه اندكشن هو واير واحد. تمام؟ ما هنا اللي بيحصل عليه اندكشن هو واير بس مش ستريت على شكل سيركت. تمام؟ فهم كذا واير. تمام؟ يعني الواير مش شرط ان الواير يكون ستريت. بس انا هنا هتكلم على ستريت واير يبقى هو كانه تربو فرقتها يبقى ايه وانتر. وهنعمل نجلكت للنيجاتيف لان هي بتاعت الدايركشن صح؟ واحنا هنعرف الدايركشن بطريقه ما قدام يعني او بطريقه ثانيه. يبقى معنى كده انا اتوصلت ان الانديوز ماب في الواير هتبقى ايكوال دلتا فاي اوفر دلتا تي وخلاص. اللي تشينج في الفلكس، حد فاكر الرول بتاع الفلكس؟ الفاي ايكوال بي اي كوساين تي صح؟ هي مشكلة؟ حلو. يبقى أنا هفك الدلتا فاي، الفاي هفكها بي اي بس من غير كوساين تي.
ليه من غير كوساين ثيتا؟ فين؟ ايه؟ مش مقتنع اني مش مقتنع باني؟ ليه نجلت؟ ان انا اعمل نجلت للنجلت؟ ما تعملهاش نجلت. كتاب المدرسة عملها نجلت اخر ستيب خالص. ماشي؟ هقول لك كمان شوية انا ليه عملت لها نجلت او ليه احطها او كده، وامتى احطها وامتى ما احطهاش. طيب، ده مقتنع بيه بس اهم حاجة لحد دلوقتي؟ تعالوا هنا نشوف فين الفلكس او فين التشنج في الفلكس. الكويل نفسه كان داخل جوه فلكس، صح؟ فاقدر اعرف التشنج. انما هنا الواير، هل الواير ماشي في فلكس او داخل جوه فلكس؟ لا. بس هو بيتحرك بيعدي على فلكس. فين الفلكس اللي هو عدى عليه؟ اللي في الحته دي كلها. ده الفلكس اللي الواير وهو معدي راح ايه؟ معدي عليه. يبقى الفيلد اللي جوه الحته دي هو ده اللي انا هحسبه. يبقى تاني، انا عندي فيلد لاينز الواير كده ما عداش لسه على حاجه، يبقى الفايل اللي بيعدي عليها زيرو. كل ما يمشي كل ما بيعدي على فلكس لاينز اكتر، صح؟ كل ما يعدي على فلكس لاينز يبقى انا الفايل بتزيد معايا. في اي مشكله؟ يبقى التشنج في الفلكس دوت هو الفلكس اللي بيعدي عليه الواير او بيعمل له كاتنج وهو بيتحرك. في اي مشكله؟ حلو. يبقى فين الاريا؟ الاريا اللي هي دي اللي انا رسمها بالاخضر، اللي هي عباره عن اللينس بتاع الواير ملتبلاي الديسبيسمنت اللي بيعملها الواير، هسميها دلتا اكس. تمام؟ مش ده كده الريكتانجل بتاعي اللينس بتاع الواير طبعا ده كونستنت، انما الدلتا اكس ايه؟ بتتغير مع التايم. يبقى انا هفك الاريا لمين؟ لي البي زي ما هي ال في دلتا اكس. والاكس بس هي اللي فضل معاها دلتا لان هي دي الوحيده اللي بتتغير فيها. السؤال هنا بقى ليه ما حطيتش كوساين ثيتا؟ عشان خاطر الاريا اللي بيعملها الواير ده الفيلد بيربنديكولار عليها، ولما الفيلد يكون داخل بيربنديكولار على الاريا اللي انا بحسبها يبقى بعمل بي ايه على طول من غير ايه؟ كوساين. في اي مشكله؟ حلو. السؤال بقى هنا دلتا اكس اوفر دلتا تي انت بتفسدي المفاجآت. ده الريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت اوف زيرو اوف تايم، ديسبيسمنت اوفر تايم اللي هي مين؟ فيلوسيتي. يبقى معنى كده ان الاندوسد الكتروميتيك فورس هيبقى ايكوال في ال في الفيلوسيتي بتاعت الواير. يعني معنى كده لو الواير بيتحرك بالراحه الاندوسد مفيدات هتبقى قليله، لو بيتحرك بسرعه هتبقى الاندوسد مفيدات ايه؟ كبيره. وده بروف مهم جدا جدا جدا. هو صحيح بقى له 3 سنين او 4 سنين ما بيجيش، بس كان بيجي السنين اللي قبلها كتير. ففي مره جه قال بروف ذات ذا انديوز دي ماف ان واير موفينج ان ماجنتيك فيلد از بي ال في. السنه اللي قبليها قال بروف ان الانديوز دي ماف ان واير موفينج ان ماجنتيك فيلد نيجاتيف بي ال في. يبقى معنى كده لما يجي يقول لي بروف بالنيجاتيف يبقى انا مش هعمل نيجلكت للنيجاتيف. تمام؟ هعمل بروف من غير النيجاتيف يبقى انا هعمل نيجلكت للنيجاتيف. يعني لو في مساله ما بحطش نيجاتيف. خلاص؟ كتاب المدرسه حتى هو كاتب الرول من غير نيجاتيف. مع انه قبليها بيقول ده النيجاتيف لازم تبقى محطوطه عشان لينسز رول، وبعد كده راح قال هنشيلها وراح شايل. لا ما هو الثيتا اللي في الفاي دي مش مع الواير والفيلد، هي ديت ما بين النورمال للاريا اللي هو بيعملها والفيلد. النورمال للاريا اهو والفيلد اهو انو، يبقى معنى كده هما ايه؟ بارل لبعض. خلاص؟ فيبقى كوساين 0 ب 1. خلاص؟ فانزل كوساين في الرول دوت. دلوقتي اسال سؤال، الواير هنا بيتحرك ازاي؟ الواير اهو وبيتحرك بالنسبه للفيلد لاينز، هقلبهم معلش اهو الفيلد لاينز اهو والواير كده بيتحرك كده، صح؟ يبقى هو مش بالنسبه للفيلد لاينز، هو بيتحرك بيربنديكولار. هي مشكله؟ طيب لو الواير اتحرك بارلل للفيلد لاينز، هل الاريا اللي هو بيعملها وهو بيتحرك هل بتعمل كاتنج لاي فلكس لاينز او في اي فيلد داخل جواها؟ يبقى هل الفلكس اللي جواها بزيرو، صح؟ يبقى هل في اندكشن هيحصل؟ مهما اتحرك مفيش فيلد بيزيد ولا بيقل، صح؟ يبقى مفيش اندكشن. نفس الكلام لو هو بيتحرك كده، لو الفيلد اهو وهو بيتحرك كده. خلاص؟ هو في فرق بسيط
ما بين الاثنين دول ما بين كده وكده كده الواير بيبقى عارفين عادي اهو بس الموشن هي اللي بارل هو بيتحرك كده بارل في مشكله كده هو الواير هو اللي بارل والموشن بيربنديكولار انا ماليش دعوه بكل القصص دي هو في الاثنين بنقول ان هو بارل وخلاص تمام في الاخر هنقول ان لو الواير بيتحرك في الفيل وحصل كاتنج للفلكس لاينز قطع الفلكس لاينز وهو بيتحرك ماشي عمل كاتنج للفلكس لاينز يبقى معنى كده ان هيحصل انديوسد الكترون انما لو بيتحرك بارل او بنقول ان ما حصلش كاتنج يبقى الالكترون فورس هتبقى ايه بزيرو يبقى انا اقدر اقول ان ده بيحصل لو الكويل موفينج بيربنديكولار للماجنتيك فيلد انما الانديوسد ام اف بزيرو لو لو الواير هنا لو الواير موفينج بارلل للماجنتيك فيلد نون كاتنج في الماجنتيك فلكس لاينز فالانديوسد ام اف بزيرو هي مشكله شبه مين لو تفتكروا الفورس اللي هي بي اي ال برضه لو بيربنديكولار يبقى بي اي ال بس لو بارلل كانت بتبقى بايه بزيرو يبقى طب نقول كده لو هي بقى عامله انجل يبقى الانديوسد ام اف تبقى ايكوال بي ال بي ونحط ساين دي لان لو هو بيربنديكولار يبقى الثيتا ب 90 صح؟ ساين 90 بي مثلا لو هو بيربنديكولار ده واير انا باخد ما بين الواير والفيت على طول لو بيربنديكولار مع الفيت يبقى الثيتا بكام؟ ب 90 حط ساين 90 دي نايم بي ال بي فيها مشكلة؟ طيب لو هو بارلل يبقى الثيتا بزيرو لان هو واير يبقى الثيتا ب بزيرو لما احط الساين زيرو هتدينا ايه؟ زيرو فيها مشكلة؟ نفس الفكرة بتاعت الفورس ونفس الريزولوشن بس هنا عشان عندي اتنين انجل مش عايز اخوض في المعركة دي عشان خاطر في انجل اللي هي ما بين الفيلد والفيلوستي وما بين الفيلد واللانس المفروض ان ده ساين الفا ساين ثيتا بس هو المنهج عملها ساين ثيتا بس ان هو عمره ما هيدي الاثنين يعني يقول لك الواير عامل انجل كذا يا الواير موفينج بانجل كذا فهي دي اوكي فمش عايز اعمل الريزولوشن بتاعها طيب حد عنده مشكله في الرول ده؟ حد عنده اي اعتراض؟ ده بروف زي ما قلت لكم هو مهم جدا ان انا اعرفه بالرسمه لما اجي اقول لك البروف دوت تروح اعمله لي بالرسمه ما تجيش تعمله لي من غير الرسمه ملوش اي لازمه من غير الرسمه الرسمة طبعا عبيطة جدا تمام؟ السؤال ناقصني ايه في ده؟ ناقصني الدايركشن مش انا قلت دايما ان اي اندوس الكتروميتيك فورس لازم اعرف الماجنتيود ولازم اعرف الدايركشن انا هنا عرفت الماجنتيود من بداية من فاراداي صح؟ وكملت طب الدايركشن المفروض اعرفه من مين؟ من لينز لينز بيقول ايه؟ ان دائما وابدا الدايركشن بتاع الاندكشن بيوبوز للتشينج صح؟ بيعمل اوبوزيشن للكوزن بتاعه، ايه الكوزن بتاع الانديوز دي ماف؟ ان انا بحرك الواير ناحيه ايه؟ صح؟ يبقى هيحصل كرنت، الكرنت ده هيحاول يوبوز الموشن تمام؟ هيوبوز الموشن ازاي؟ هنا كان بيحصل اوبوزيشن للموشن بفورس. هنا كان بيعمل ريبالشن فورس عكس دايركشن الموشن، صح؟ هنا كان بيعمل اتراكشن يبقى فورس الناحيه دي عكس دايركشن الموشن. مظبوط؟ هنا نفس الكلام. الواير هيمشي في كرنت. مش لما يمشي الكرنت في واير. وهو في ماجنتيك فيلد مش معنى كده ان هيحصل ماجنتيك فورس صح؟ ماجنتيك فورس ديت من كلام لينز هتبقى عكس دايركشن الموشن يبقى انا هحرك الواير ناحيه اليمين الاقي في ماجنتيك فورس ظهرت ناحيه الشمال انا بحرك الواير ناحيه اليمين الاقي في فورس بتعمل اوبوز للحركه ناحيه الشمال خلاص وعلى فكره الكلام ده يعني لو جيتوا تعملوه في الحقيقه تيجوا تمين سيكو الواير تحركوه في الفيلد يتحرك عادي لما توصلوه سيركل وتحركوه تلاقي ان الواير بقى تقيل تيجي تحركه تلاقي في حاجه بتعكسك ده اللي هو الانديوسد فورس اللي هي بتحاول ايه تحركني العكس يبقى تاني الفيلوسيتي ناحيه اليمين ده الموشن في انديوسد فورس ناتجه من الانديوسد كارنت او الانديوسد اي ام اف بتبقى ناحيه مين الشمال لو الموشن شمال الاقي الفورس ايه يمين طيب نفتكر كده دايركشن فورس كنا بنحدده ازاي؟ سلاب رايت او فليمنج ليفت صح؟ تعالوا نشتغل بسلاب رايت بس الاول. الفيلد انا عارف الفيلد وعارف الفورس وعايز الكارنت مش الفيلد اللي جوه؟ صح؟ ايه؟ الفيلد اللي جوه اهو والفورس الناحيه دي
ناحيه الشمال، يبقى الكرنت فين؟ لفوق. حد عنده مشكله؟ بس جم قالوا احنا بقى مش كل مره هنبقى عايزين الدايركشن بتاع الانديوس دي ام اف او الانديوس كرنت، فنقعد نقول ان الموشن يمين يبقى الفورس شمال، الموشن شمال يبقى الفورس يمين. قالوا لا، احنا بدل بقى ما نستخدم ايدينا الشمال اليمين هنستخدم ايدينا الشمال. بصوا كده اهو سلاب برضه، بس سلاب المره دي ايه؟ ليفت. الفيلد هو هو والكرنت هو هو، بس بدل ما اشتغل بالفورس اللي هي ناحيه الشمال اشتغل بالموشن اللي هي ناحيه مين؟ اليمين. يبقى انا على طول خلاص مش هشوف الفورس تاني، انا بقول ان الورق بيتحرك ناحيه اليمين والفيلد اللي جوه، يبقى الكرنت فين؟ لفوق. يبقى بنفس الطريقه بدل ما اشتغل بفليمنج ليفت هشتغل بفليمنج ايه؟ رايت. ده موشن فيلد كرنت، تمام؟ بنختصرها مفك. فليمنج ليفت هنختصرها اف بي اي، والرايت هنختصرها مفك موشن فيلد كرنت، تمام؟ هنا اهو الفيلد اللي جوه الموشن ناحيه اليمين، يبقى الانديوس كرنت فين؟ لفوق. انا عارف طبعا ان الدنيا دخلت عندكم في بعض. انا عند النقطه دي هقف واقول لكم ان انا عندي خبر حلو وخبر وحش. فطبعا نسمع الخبر الايه؟ الحلو الاول. ان ده فليمنج رايت هاند رول هي اخر رول للدايركشن هناخدها في الملعب. تمام؟ الخبر الوحش بقى ان احنا خدنا خمسه رولز. تعالوا نشوف ايه الرولز بتاعت الدايركشن ده. هفرق الاول ما بين اثنين بيعملوا لنا لخبطه. ان انا لو عندي ماجنتيك فيلد وكرنت بيدينا فورس، ولو عندي ماجنتيك فيلد وموشن بيدينا كرنت. ده كده اللي هو الماجنتيك فورس ودوت الاندكشن. بحدد دايركشن الفورس ازاي وبحدد دايركشن الكرنت ازاي؟ الانديوز كرنت الفورس بفليمنج ليفت هاند رول، الاندكشن بفليمنج رايت هاند رول. فليمنج ليفت هي سلاب رايت، فليمنج رايت هي سلاب ليفت. السؤال دلوقتي هنميز ما بينهم ازاي؟ انا واحد من الناس وانا صغير قدكم ويمكن لازلت بتلخبط ما بينهم، اللي هو مين بتاعت ايه؟ اي كلام. هو انا جيت قبل ما اكتشف اصلا السلاب كنت بشتغل بفليمنج بس، فكنت ما بقولش ان دي فليمنج ليفت، كنت بقولها فليمنج ليفت. ليه ليفت؟ يعني بيرفع صح بيشيل، يبقى دي فورس. وفليمنج رايت هتبقى هي ايه؟ الاندكشن. فيها مشكله؟ ده قبل ما اكتشف السلاب. بعد ما اكتشفت السلاب كان الموضوع بقى اسهل بكتير. ليه؟ انا لما بمسك حد بوطش له ايدي اهو سلابنج لليمين والشمال، تمام؟ مين اللي بيوجع اكتر؟ اليمين. هو بضربه بالاثنين بس اليمين هي اللي بتوجع اكتر، بدي اليمين اعدل بس بالشمال. تأديه توجع عشان ما تفضلش زعلانه كده ان هي ما بتضربش. بعدين ادي باليمين واعدل بالايه؟ بالشمال. يبقى معنى كده ان اليمين هي اللي بتضرب، يبقى هي دي الفورس، تمام؟ الشمال ديت جاست اندكشن موشن بس، تعديل دي بس الدايركشن. في اي مشكله؟ تمام. انت لو علمتها بواحده ما تعلمهاش بالاثنين عشان ما تتلخبطش، علمها بواحده بس اللي تعجبك اكتر علمها بيها. ما تعلمش بالاثنين عشان ما تتلخبطش. انت لو عرفت مثلا ان فليمنج ليفت هي الفورس يبقى فليمنج رايت هي الاندكشن. صح؟ عرفت ان فليمنج ليفت هي الفورس يبقى سلاب رايت هي الفورس، ان الاثنين زي بعض اهو فيلد اسمها ده فيلد كرنت فورس. صح؟ ولو عرفت ان فليمنج رايت هي الاندكشن يبقى خلاص سلاب ليفت هي الاندكشن اهو فيلد كرنت موشن. حد عنده مشكله؟ وفي نقطه في كتب كاتبها غلط او في ناس بتقولها غلط، هو ان فليمنج ليفت بيقولوا موشن فيلد كرنت. ده غلط، ده مش موشن، دي فورس. الفورس مش موشن، عشان في ناس بتيجي تقول لي طب يا مستر ما انا لما هعمل فورس ما هو هيحصل موشن في نفس الدايركشن. ده لو هي الفورس الوحيده اللي بتاثر. هنا الموشن اهي الفورس فين؟ عكسها صح؟ يبقى دايركشن الموشن مش دايركشن الفورس. مش دايما ممكن يبقى انا بعمل فورس اهو انا بزق البورد، هل البورد بتتحرك؟ لا، يبقى في فورس بس هل في موشن؟ يبقى ما فيش موشن، يبقى الفورس موجوده ليها دايركشن بس ما فيش موشن. يبقى فليمنج ليفت فورس فيلد كارنت، فليمنج رايت موشن فيلد كارنت.
حد عنده مشكله في النقطه دي؟ تمام. طب نكتب بقيه الرولز بتاعت الدايركشن اللي عندنا في المنهج. احنا تاني ده الفورس اللي بتحصل في واير وده الاندكشن اللي بيحصل في واير، صح؟ لو مشيت كارنت قلت ان هو بيطلع ماجنتيك فيلد من شابتر 2، صح؟ فدوت الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد ده بيتحدد بحاجتين. اول حاجه اللي هي امبيرز رايت هاند رول، وتاني حاجه اللي هي رايت سكرو رول. كان امبير رايت هاند رول بيديترماين الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد produced due to a current passing in a straight wire. طب الرايت سكرو رول كويل، ايا كان نوع الكويل سولونويد او سيركلر، الاثنين اسمهم كويلز، تمام؟ يبقى رايت سكرو رول هو بتاع الكويل. محدش يجي بقى يقول لي اسمه ايه دوت كلوك وايز رول او اسمه ايه الليتر رولز، اللي هم كلهم تبع ده، خلاص هم كلهم حاجه واحده كده. فاضل رول، انا كده قلت اربع رولز، ده وده ودول زيهم والاثنين دول. فاضل رول، حد يقدر يقول لي هو مين؟ ومكتوب على البورد، مش هكدب عليكم في حاجه، هو مكتوب على البورد. لينزز رول. لينزز رول هو الرول الخامس بتاع الدايركشن، مش هو بيديترماين الدايركشن بتاع الانديوسد اي ام اف او انديوسد كارنت، هو اللي قدرت اعرف بيه الدايركشن بتاع الانديوسد كارنت هنا او هنا او في اي حته او هنا هو ازاي. يبقى الرول بتاع لينز ودوت لو عندي تشينج في الفلكس عمل لي انديوسد اي ام اف، يبقى هو ديترماين الدايركشن بتاع انديوسد اي ام اف due to change in flux. طب ما هو دوت برضه الدايركشن بتاع انديوسد اي ام اف، الفرق ان دوت في واير انما دوت لو كويل. يبقى لو قال لك ايه اليوزز بتاع لينزز رول، بتقول له determination of direction of induced EMF in a coil due to change in magnetic velocity. تمام؟ طب ايه اليوزز بتاع فليمنج رايت هاند رول؟ او determination of direction of induced EMF او induced current. هنا ممكن اقول EMF او current in a straight wire moving in a magnetic field. او wire moving in a magnetic field يديك. حد عنده مشكلة؟